صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوتي وأحبتي في كل مكان، إخوان الأعزاء. طبعا سألني أحد الأخوة السؤال عن قضية أنه من يأتي زوجته من دبرها ما بين الله سبحانه وتعالى، أني أرى أنه لا يفعلها إلا رذال الشيعة، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع ويسر الجميع بحق محمد وآل محمد. لا تنسونا بأفضل الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شفتوا الفيديو، هذا كان فيديو سابق لي وتكلمت علي به، اللي يأتي زوجته من دبرها، استعرضت آراء العلماء وآراء الأئمة، وآخر ما هنالك قلت الذي يفعلها فهو من رذال الشيعة، استعرض جميع الآراء. نزلت التعليقات عليه، السني يقول يابا ترى السنة ما عندهم هذا الشيء وما يجون زوجتهم من دبرها، والشيعي اللي يحب اللواط واللي عنده شذوذ جنسي قال نعم العالم الفلاني يقول كذا وكذا، وانتم الفيديو ما جاي تكملوه. يعني انا بالفيديو من تكلمت به مسألة رفقية، هي مسائل فقه موجودة وكل العلماء يعرفوها وكل طلبة الحوزة يعرفوها. استعرضت الآراء، واستعرضت آراء السنة والشيعة وآراء العلماء وآراء كل شيء، وضعت قدامكم، بس انتم ما جاي تكملون الفيديو، تنزل علي الناس دوس ونص وتحكي علي. خوش اللي انا اللي غير تكمل الفيديو بحيث انه خاطر تطي رأيك، يعني انت راسا الفيديو بس تطي يعني اول دقيقة اول دقيقتين وبعد ما لك خلق تكمله، وظل تحكي علي ما ابريك الذمة، كل واحد حكي علي ما ابري الذمة. انا جاي اقول لك فيها اشكال، اشكال بيها اللي يعمل مع زوجته، يأتي زوجته من دبرها فيها اشكال ومحرم، واللي اي عالم مطيها فهو عنده شذوذ جنسي، لا يفعلها الا جهال الشيعة. شو بعد اللي تريده من عندي؟ كمل الفيديو وبعدين احكي علي، كمل الفيديو وبعدين احكي علي. لا عندنا امام رضاها على زوجته، ولا رضاها على بنته، ولا رضاها على عمته، ما موجوده. بعض الحالات دعتك نزلوها حسب الاراء اللي هم يردوها، حسب رغباتهم الجنسيه نزلوا هاي الفتوى، واللي هي نفس اللواط، واللواط لا تختلف عن اللواط، شنو اختلافها عن اللواط؟ اصلا هي قضيه محرمه، همينه طبيه وهمينه شرعيه. طبيه محرم، الامرأة بعد بالأخير تقوم تطلب هذا الشيء من عندك ويصير عندها شذوذ جنسي، ونفسية العالم وأي واحد حلله قسما بالله عنده شذوذ جنسي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللي يفعلها ويأتي زوجته من دبرها لا يعتقد بما أنزل على محمد. يعني بعد شنو يعني؟ لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس نازلت، يعني أنا بالفيديو السابق، وهذا الفيديو أنا قطعت من عدة تقطيع، يعني قطعت من عنده 32 ثانية، يعني البداية مالته والنهاية مالته، عسى وأن تشوفونه وتقتنعون. ليش تنزلون عليه هذا الحكي وتحشون عليه وتقذفونه بكلام سيء؟ والله كل واحد أنه تكلم عن نفسه ما راح أبري الذمة، ما أبري الذمة نهائيا. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع بحق محمد وآله.